منتصب إلى كاماتشو. كاماتشو حاول يسيطر على الكرة، يحتفظ بها بشكل جيد، يلعبها على يساره لمحمد الشلهوب الغائب تقريبا الحقيقة، رغم أني من يحب هذا اللاعب ويقدر عطاءاته لكن غائب الحقيقة في لقاء اليوم. الغامدي يتقدم ويحصل على خطأ احترافي، لأنه لو تجاوز لكانت الكرة خطيرة بمعنى الكلمة. خطأ لصالح الهلال. يتفرج يناقش الحكم، الحكم يقول له بلا كلم بالروسية، أنت سأل الحكم الروسية عن بعض العبارات، قلنا له يبغى تقول اللاعب خليك هادي وريلاكس، قال بلا كلم، أكيد إنه يقول بلا كلم هادي، لكن الحكام يتكلمون باللغة الإنجليزية طبعا كلغة مفروضة عليهم. بدأت الدقائق العصيبة، اللي جنبه شاهي حار بعد عنه، شفت واحد من الجمهور كان يعالج جدا اللي يكب عليها الشاهي الحار. كاماتشو يحاول، كاماتشو من كرة ثابتة يسدد كرة قوية، جول 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 هلالي بتوقيع كاماتشو. كاماتشو فعلها، فعلها ثانية في مرمى الفريق الشبابي. كرة ولا أحلى، كرة ولا أجمل، كرة ولا أروع، من بعيد من بعيد من خذ لك دبلة ودبلتين وثلاث وأربع وشوف، حلوة والله، حلوة والله، حلوة والله. ولم يكن أكثر المتفائلين الهلالي يتوقع. الله يسلمك، 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 الله